إذا سيداتي ساداتي أهلا وسهلا بكم في حصادنا لنهار اليوم والبداية من نتائج شهادة البكالوريا التلميذ بالقداش محمد لامين من ولاية غليزان صاحب أعلى معدل 19.50 في شهادة البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية دورة جوان 2023 <applause> ومن ولاية تيارت نجد أن التلميذ العرج محمد <applause> الذي لم يتحصل على شهادة البكالوريا في سنة <applause> 2022 حصل على معدل <applause> 6.80 فعاد هذه السنة بالإرادة والعزيمة والقوة والصبر والإصرار ليتحصل على معدل 17.48 بقفزة خارقة ليثبت ان الحياة معجزة وانه لا شيء مستحيل فهنيئا لك يا محمد ومن ولاية بومرداس التوأم الثلاثي والسيمون ونسيم ونزيم ماهوني يتحصلون على شهادة البكالوريا بمعدل جيد نسيم ونزيم تحصلا على نفس المعدل 16.59 فيما تحصل اخوهم على معدل 15 فهنيئا للتوأم الثلاثي شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه والى اللقاء